كما طمأن تبون المستثمرين الخواص بتقديم تسهيلات خاصة بالنقل والتصدير بعدما طرح بعض المتعاملين انشغالاتهم في معرض الإنتاج الوطني، من بينها مشكل ندرة بودرة الحليب وتوفير الأراضي الفلاحية لإنشاء المزارع. بالمقابل طلب من المستثمرين توفير أكبر عدد من مناصب الشغل. التغطية لشاهيناز بوخبوس. ديما الدواس مع الخطوط الجويه، ومن بعد حبسنا، بقات غير ليبيا يجيو بالشاحنات نتاعهم وهما اللي يديو، لان احنا المنتوج نتاعنا لازم عنده 30 جور نتاع لا دات دو بريمسيون، لازم له الطياره في الباخره ما يلحقش. دونك خصنا النقل وخسرتنا الارض باش نديروا الفلاح. الوغ سا مجان با كيدي دي دونو دونو، نعطيك لي تير نعطوك لي، انا نبرهن لك. قال مو جو بو ركروتي 1500 500 600 700. لو بروبلام تاعنا اسونسيال سي دو روديماري لا ماشين دون بار اي دوت بار دو كري دي زونفوا بور لي جون اكزاكتومون. فو كون سورت دو شوماج دو بيسي ان شاء الله. اي سي افيك فو افيك دي جون كوم فو ان شاء الله كي اون ديجا دوني لا بروف سور لو تيران. الحمد لله راني معاك.